هل أخطأ الشعر؟ هل أخطأ الشعر في قلبي مقاصده؟ أم أن أبحره أليت بكورونا؟ في بغتة أوقف الدنيا وأرهقها، حتى أتى مثل جيش جاء يغزونا. قد ألزم الناس في حظر منازلهم، صلوا بها صلوا بها كم تجاهلنا منادينا. لا مال لا نزهة لا ضيف ننظره، ما كان يشغلنا قد صار يؤذينا. من بعد لهو يعيد العلم هيبته، كنا نؤخره والآن ينجينا. قد جاء يهلك من ضلوا ومن بطروا، إذ أبطأ السعي في من أعلنوا دينا. فيروس كورونا داء ومدرسة، فالله بالشر والخيرات يبلونا. الحجر يجمعنا من بعد فرقتنا، والخوف أرجعنا لله بارينا. أضحى النقاب الذي ضاقوا به سفها، درع الوقاية للجنسين يحمينا. أما الوضوء وقاء بل ومطهرة، أمر يقر به أعداء عادينا. يا رب جندك فيروس يعلمنا، سبحانك الواحد المعبود تهدينا. ارفع بلاء ووسع في معيشتنا، ارفع بلاء ووسع في معيشتنا، واجمع على الحق دانينا وقاصينا. الشاعر إيهاب محمد عزت، رئيس نادي أدب فاقوس، قلتم خير.